الو، ألو، السلام عليكم. ألو، أنا صوتك معنا. راح نكون نتكلم اليوم في هذا الدرس اليوم إن شاء الله. درسنا في المحاضرة السابقة والمحاضرات السابقة شرحنا زمن المضارع المستمر وزمن الماضي البسيط، وأيضا قاعدة الفعل الكينونة أو ما نسميه verb to be. بإذن الله، والمضارع البسيط والمضارع المستمر والماضي البسيط، ثلاثة أزمنة. طيب، اليوم بإذن الله هذا هو الزمن الأخير فيما يخص جزئية الأزمنة، بعد ذلك نتطرق لبعض المواضيع الأخرى غير الأزمنة مثل بعض الأبنية اللي تكلمنا عنها، وأيضا ثم ننتقل إلى جزئية المفردات. طيب، today, inshallah, we are going to talk about the simple future tense, how to express an event in the future. يعني شيء ممكن يحدث في المستقبل. Okay. إذا إحنا ما نتكلم عن ماضي ولا عن شيء حاضر ولا نتكلم عن شيء سيحدث في المستقبل. Okay. فلما ننظر للجدول أو التايملاين أو الجدول أو الخط الزمني، سنلاحظ أنه يعبر عن، دعونا نرى إذا كان موجود خط زمني. شير فايلز. طيب، قبل ما نشرح بس القاعدة أو الفورم أو الشكل، ننظر إلى الخط الزمني. طيب، لاحظوا في الخط الزمني هنا simple future عندنا الإكس هذا باللون الأزرق يأتي في زمن المستقبل. إذن إنه نعبر عن زمن سيحدث مستقبلا. طيب، مثل بالعربي لما نقول أنا سوف أذهب، أنا سألتقي بزميلي، أنا سأزور والدي، كل هذه تعبر عن شيء سيحدث في المستقبل. طيب، أمامنا الآن this is the form. Okay, is used when we plan or make a decision to do something. يقول لك استخدم زمن المضارع أو زمن المستقبل البسيط عندما
نخطط أو نقرر أن نفعل شيء ما. يقول nothing is said about the time in the future. Okay. قد يعني تأتي الجملة بدون أي شيء يشير إلى أنه في المستقبل، okay. أو قد يأتي عكس ذلك، يعني ممكن نذكر نحدد وقت المستقبل، فتقول مثلا I will go to Paris. ممكن تسكت وممكن تقول I will go to Paris next month مثلا، الشهر المقبل. طيب إذا كيف بناها؟ بميزتها أنها سهلة. لاحظوا جميع الـ subjects أو الـ pronouns you use will and then the verb in the infinitive form. الفعل بصيغة المصدر بدون أي إضافات، ما فيه لا إس لا أي شيء، لكن تضيف كلمة will بمعنى سوف. أنا وهو وهي وهم كلهم وأنت the same thing. Okay, you use any pronoun and then you use will and then the main verb. The main verb الفعل الأساسي اللي هو read, write, go, visit, leave. Okay, بعدين تكملت الجملة. هنا يقول مثلا I will read the story book tomorrow. سأقرأ كتاب القصص غدا. Okay, هذه طريقة واحدة لبناء المستقبل أو للتعبير عن حدث في المستقبل. هناك طريقة أخرى، لاحظوا تحت في نهاية أو في أسفل الجدول، I بعدين am going to read the storybook tomorrow. You are going to read the storybook tomorrow. إذا عندك طريقتين، أما تقول I will go مثلا سأذهب، ولا I'm going to go. I'm going to بعدين تعطيني الفعل زي ما هو. I'm going to visit my friend. I'm going to see you tomorrow. I'm going to see my doctor tomorrow. Okay. وش الفرق بينها؟ تقريبا يعني هي كلها تعبر عن شيء سيحدث في المستقبل، ما في فرق. الفرق البسيط اللي كأنها أثبت لما تقول I'm going to read، كأنك خططت لها بعد يعني نوعا ما، وإن كان فيها جملة أقوى منها اللي هي تستخدمها باستخدام المضارع المستمر لما تقول I am meeting my doctor next week. أقوى من الثنتين هذه كلها يعني أثبت، لكن I am going to كأنك خططت لها مسبقا. I'm going to read. I'm going to I'm going to يعني فكرت فيها على الأقل لو للحظات قبل قليل، والآن أنت جالس تعبر عن شيء سيحدث في المستقبل. بينما I will قد تكون شيء والله مثل ما نقول طلال طاري، فجأة أنه يعمل الشيء هذا. مثلا خلينا نفترض سيناريو محدد، مثلا والله أنت جالس في الفصل وذكر لك أحد الزملاء أو الأستاذ أو الأستاذة أن الجو كأن الجو حار مثلا، أوكي. فتقول فجأة تقول I will مثلا open the windows، سأفتح النوافذ مثلا. I will for example أو شخص ذكر لك أنه في حاجة دعم، في حاجة مساعدة، فتقول I will help you. I will كذا، فجأة كذا طلع الشيء هذا بدون أي تقرير وبدون أي يعني تخطيط مسبق، أوكي. أما I am meeting ولا I'm going to meet you، كأنها أثبت وكأنها شيء مخطط له، أوكي. كأنه مجدول له. لكن دعونا الآن لا نكترث بالفرق بقدر ما نهتم بأن هذه الصياغة أو هذا البناء وهذا البناء كلها تعبر عن المستقبل، سواء يعني قلت I am going to visit my friends next Monday ولا تقول I will visit my friends next Monday. It's the same. طيب واضح؟ كيف ممكن أسألك عنها بالشكل هذا؟
يبقى هذه نقطة مهمة الآن لكم، طريقة الأسئلة. ممكن أعطيك بالطريقة، تعرفون الأسئلة كلها إجمالا يعني اختيارات أو صح وخطأ، يعني ما في مجال للكتابة أو أقول لك أكتب جملة بكذا كذا. طيب، ممكن أعطيك خيار، أقول لك مثلا she خيارات go to Paris next year. لما تشوف كلمة next year أنت تعرف إنه ما هو شيء في الماضي ولا هو شيء مستمر الآن، تعرف إنه شيء في المستقبل، واضح؟ فأعطيك خيارات، أقول هل أقول she will ولا أقول am ولا she is ولا are مثلا، وش الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة she will، هذه الإجابة، she will go to Paris next year. ليش ما يجي شخص يقول ليش ما تكون she is؟ ليش ما تكون she is؟ she is ما تجي لأنه ما فيش اسمه she is go. لو تقول she is going بالـ ing صح، she is going to Paris next year هذه صحيحة، انتبهوا. إذا ليس فقط إن she تأخذ is خلاص اللي بعدها is بدون أي ما ننظر للفعل الأساسي. إحنا ذكرنا في زمن المضارع المستمر لما أقول he is أو she is أو it is لازم أضع الفعل بعدين ing، أقول she is going، she is reading، she is playing، she is dancing. لكن ما أقول she is go، she is read، لا هذا خطأ. إذا الإجابة الوحيدة الصحيحة المحتملة هنا أن نستخدم she will go to Paris next year. Okay. بغض النظر عن الـ pronoun المستخدم أو الضمير المستخدم، سواء she، he، it، ولا I، ولا محمد، ولا علي، أو سارة، أو whatever. Okay. So it's the same. طيب، ممكن مثال آخر لطريقة الأسئلة، ممكن أقول لك مثلا we are going to مثلا to the book. هل أقول we are going to reading ولا we are going to read ولا we are going to read، وش الإجابة الصحيحة؟ طبعا دائما بعد to تكون infinitive to المصدرية، فيكون الفعل بدون أي إضافات، فأقول we are going to read. Okay, we're going to read the book. Okay. احتمال آخر، ممكن السؤال يكون بالشكل هذا أيضا. I am to leave this city next week. من يستطيع يكملها فأقول I am، هل أقول go ولا goes ولا going ولا went؟ هل أقول I am go to leave the city next week ولا I am going ولا I am goes؟ Of course the right answer is I'm going to leave this city next week. I'm going to leave the city next week. I'm going to. She's going to. نفس التركيب. He is going to. اللي يختلف فقط الـ verb to be الفعل المساعد بحسب الضمير، إذا كان I تستخدم مع am، إذا كان she تستخدم أو he أو it تستخدم is، والبقية تستخدم are، you are، they are، we are. Okay. إذن هذا هو، إذن الآن تكلمنا عن زمن المستقبل البسيط وطريقة بناءه. الآن ممكن نتكلم عن طريقة الجمل المنفية، كيف نستخدم جملة منفية للتعبير عن المستقبل. كيف أقول أنا لن؟
طبعا تبعد عن استخدام لأنه ببساطة نقول نضيف كلمة نوت مثل زمن المضارع المستمر. فالشريحة موجودة لكن للأسف ما استطعت استعراضها لأني أبحث عن شريحة أخرى. أوكي. مثلا استخدم، ايوه هذه ضبطت. طيب لحظة امامكم الان، هذا النفي. طيب لاحظوا الجملة الأولى اللي فوق مكتوب positive، يعني جملة مثبتة، بعد negative بعدين question. ال positive اللي جملة مثبتة وال affirmative I will help، negative I will not. إذا تقول I will not أو you will not أو we will not they will not you she will not. okay. فقط نفس الشيء، الفعل ما تضيف عليه ولا تنقص من شيء، لكن تضيف كلمة not بعد will. okay. وأحيانا يقول they want، I want to go home، I want، اختصار اختصار ل I will. ممكن يقول I want، he want، she want، في اختصار will not. وحكتبه لكم الآن، لكن قبل ما نكتبه راح نشوف السؤال كيف. نفس السؤال conversion، يعني تبديل، بدل ما الجملة I will help لما أسأل yes and no question أقول will you help، will I help، will you go، will she read، will she come، will you visit your doctor next week، will you visit the city، will you leave the place، will you attend the meeting. كل هذه جمل نعم، أسئلة نعم لا. نضيف نقدم فقط كلمة will على subject، على الفاعل أو على pronoun. طيب ذكرتكم قبل قليل أن will not أنها أحيانا ممكن تكتب بشكل مختصر، فيقول فأقول مثلا الشكل الطويل زي كذا اللي كتبناه he will not go، المختصر يقول لك he won't go. لاحظ نفس الشيء ترى، هذه وهذه نفس الشيء، لكن اختصارها قال he won't نفسها he will not. okay. it's the same thing، لكن اختصارا contraction form or contracted form is he won't. so you would use want instead of will not. He won't go, he won't visit, he won't read, I won't go. طيب إن عرفنا الآن استخدام طيب بالنسبة للشكل الثاني من المستقبل اللي هو عرفناه اللي هو مثل she is going to read my book، مثلا سوف تقرأ كتابي. لكن لما أنفيها الجملة هي لن، إذا نفس الشيء يقول she is not going to read my book. is not، لاحظوا أضفت كلمة not فقط، لاحظت نفس I will not، نفس الشيء she is not going to visit، نفس الجملة لكن هنا أقول she will not. إن شاء الله يكون يعني الزمن هذا سهل للجميع. طيب شوفوا الاكسرسايز، هذا الاكسرسايز يدربكم على استخدام
زمن المستقبل البسيط. The simple future tense usually expresses an action that has not yet happened. Okay. Complete each sentence by changing the verb in brackets to future tense. لاحظ الجملة الأولى يقول لك غير الجمل التالية إلى جمل مستقبلية. الأولى معمولة لكم، فأصل الجملة my dad، بعدين بين قوسين كاتب لك craft a boat، يعني سوف يصمم أو يصنع قارب. فالمستقبل تقول will craft. Okay, my dad will craft a boat. And number two, he mow the grass. Mow يعني يحرث الزرع. فتقول he will mow the grass. I watch television in the morning. لما تقول سأشاهد التلفاز في الصباح. فتقول I will watch television in the morning. اللي بعدها Sam pick up his journal every day. لنفترض إن سام مثلا سوف يعني يلتقط his journal every day، يعني الصحيفة الخاصة به كل يوم. نفترض إنه مهمل. تعرفون في أمريكا في بعض كانت عادة يعني قديمة موجودة ما زالت في بعض الأرياف كذا، إنه يلقي بالصحيفة أمام باب المنزل، ممكن تشوفونها في الأفلام. ممكن بعض الشخص أو الناس مهملين إنه ما يشيلونها، تكونها. لكن مستقبلا هو الشخص هذا مثلا سام he will pick up his journal every day. قد يكون هذا السيناريو والجملة مطبقة على هذا المثال نفسه. طيب اللي بعدها we serve lunch at 12:30، يعني نقدم الغداء عند الساعة 12:30. فتقول we will serve lunch at 12:30. I pack my bags. I will pack my bags. Grandma will bake the best cookies. جدتي ستصنع أفضل البسكويت. طيب he paints the house. He will paint the house. هو سوف يعني يدهن المنزل. إذا تضع كلمة will قبل هذا الفعل وتستقيم معك بقية الجمل. طيب لعلنا يعني ننتقل لدرس بسيط يعني فيما تبقى من هذا الوقت، اللي هو الفرق ما بين a and an. a and an، تذكرون في بداية المحاضرات أو في المحاضرة الأولى ذكرنا أن من ضمن محتويات هذا المقرر هو شرح الفروقات ما بين أدوات التنكير اللي هي نسميها a and an. أوكي، لما أقول في اللغة العربية طبعا ما يوجد أداة قبل الاسم. لما أقول قابلت رجلا، بعضهم قال التنوين مثلا رجلا تفيد التنكير. أوكي، ما هي مثل قابلت الرجل، بدليل أن الرجلا ما تقول الرجلا. رجلا التنوين تأتي مع الاسم يعني اللي مجرد من الألف واللام. فخلنا نتصورها. أوكي، نأخذ هذا القول ونقول أوكي التنوين في اللغة العربية مع الاسم المفرد أنه يعني إشارة إلى أن هذا الشيء نكرة غير معرف غير معروف. مثل أكلت طعاما، أي نوع من الطعام غير محدد. مثلا قابلت رجلا، حفرت حفرة. إذا ما هي محددة، لكن بعد الجملة الثانية تقول كانت الحفرة عميقة، خلاص أصبحت معروفة لأنك في البداية حفرت حفرة. لكن لما ترجع تشير إليها مرة ثانية ما تقول كانت حفرة عميقة. أوكي، ممكن ما زلت إنك يعني تستخدم أسلوب النكرة، لكن يفترض إنها لما تشير لها مستقبلا بإمكانك تقول الحفرة، لكن ما تبدأ فيها تقول حفرت الحفرة العميقة في البداية. لا، أنت لما تتكلم عن شيء للمرة الأولى يفترض إنه يكون نكرة.
فما تقول قابلت الرجل I met the man أو حفرت الحفرة على طول، إلا إذا كان أنت والمستمع عارفين الحفرة إيش، ولا عارفين نوع الكتاب اللي أنت قرأته وشو، فتقول قرأت الكتاب. لما أقول قرأت الكتاب أنا وأنت نعرف إيش المقصود بالكتاب، لكن لما أقول لك قرأت كتابا خلاص ما في أي إشارة لنوع هذا الكتاب اللي قرأته. فعشان ما نشتت نستخدم في اللغة الإنجليزية عندما يعني تستخدم مفرد نكرة تستخدم أ أو آن بحسب، يعني هو نفس الوظيفة نحويا نفسها، كأننا نعتبرها تنوين في اللغة العربية، لكن أ تدخل مع كلمات وآن تدخل مع كلمات مختلفات. وش الاختلاف؟ الاختلاف ببساطة إن أ تدخل مع الكلمات المفردة التي تبدأ بأصوات نسميها في اللغة الإنجليزية consonant، أوكي، حروف ممكن نقول صائتة أو ممكن نقول متحركة، مقابلها حروف العلة أو الصامتة، أو ممكن نقول حروف العلة اللي هو نسميها vowels في اللغة الإنجليزية. هذه لما تبدأ الكلمة بأحد هذه الأصوات نستخدم an. هذه هي القاعدة. إذا لما أقول مثلا I read، أنا قرأت كتابا، هل أقول I read a book ولا أقول I read an book؟ كلمة book تبدأ بحرف البي، والبي من الأحرف الصائتة، يعني حرف الكونسوننت المتحركة. أقول I read a book، ما أقول I read an book، خطأ. لكن لما أقول I ate ice cream، أكلت مثلا ice cream، هل أقول an ice cream ولا a ice cream؟ لا an، ليش؟ لأن ice cream تبدأ بحرف من حروف العلة، okay. إذا فأقول I ate an ice cream. Okay. I want to be، شخص يقول والله أريد أن أكون مهندس. مهندس كلمة engineer تبدأ بالE. هل أقول I want to be an engineer ولا أقول I want to be a engineer؟ طبعا لازم تقول I want to be an engineer. I want to be an engineer. ليش؟ لأن كلمة engineer تبدأ بصوت من حروف العلة، okay، اللي هي راح أكتبها لكم بعد شوي قليل E I O U and A، okay. طيب نبدأ نطبق على هذه. عندكم الآن جمل أمامكم نضع عليها أ أو أن. Okay, number one, we say there is iPod on the table. There is an iPod or there is a iPod in the table. There is an. And then iPod تبدأ بالI. حرف I. Okay. نفس الشيء. Number two, she has لديها فكرة. فكرة مو يعني ما هي معروفة حتى الآن بالنسبة لنا. لديها فكرة من الأفكار، ما نقول لديها الفكرة، أوكي، لديها فكرة. She has، هل نقول an idea أو she has an idea؟ طبعا إجابة صحيحة she has an idea. He has an idea. طيب number three، umbrella is useful thing، هل نقول A umbrella ولا an umbrella؟ طبعا an لأنها تبدأ ب a umbrella فتبدأ بحرف ال. An umbrella is a نفس الشيء useful thing. Okay. An umbrella is a useful thing. إذا you أو a بحسب نطق الكلمة تسبقها أن. طيب number four، I want to eat، أريد أن أكل تفاحة.
هل أقول I want to eat a apple ولا I want to eat an apple؟ طبعا الإجابة الصحيحة I want to eat an apple. فإذا نقول an apple. Give me a pencil ولا give me an pencil؟ Give me الإجابة الصحيحة a pencil. Give me a pencil لأنها تبدأ بصوت consonant. Okay. ليس من حروف العلة. طيب. I bought umbrella for my mom. I bought an umbrella. طيب. Number seven. My friend has pet dog. Has a pet dog. نقول a. Number eight. Aladdin had a magic lantern. Has a or had a magic lantern. I eat an apple every day. Number 10. I saw a big lion at the zoo. Number 11. She has written a story. Number 12. My mother is a good cook. Right? إذن هذه استخدامات a و a. طيب الآن أمامكم أيضا exercise يقول لك اختار a أو an. طبعا كلمات موجودة عندك في المربع in the box، لكن number one is what؟ هل نقول an مثلا cake ولا a cake؟ أوكي حاول تسوونها بعدين اسمعوا الإجابات، أنا راح أقرأ الإجابات الآن راح أجاوب عليها، لكن حاول إنك الآن توقف التسجيل وتختار كل كلمة تشوف اللي موجودة في البوكس هي موجودة كلمة، يعني ما يحتاج تعرف معناها أصلا مكتوبة، لكن أنت عليك فقط تضع قبل كل كلمة A أو an بغض النظر عن الأرقام تحت هذه، يعني ما يحتاج أصلا، قد تكون مخصصة للأطفال، لكن خلونا ننظر للكلمات الموجودة داخل صندوق، عندك كيك، عندك آيس كريم، بنانا، أبل، أورنج، فكر فيها، هل أقول A cake ولا an cake؟ فكر في الآيس كريم اللي بعدها، هل أقول an ice cream ولا ice cream؟ بعدين لما تجاوب ارجع واستمع. إذن الإجابة هي كالتالي a cake، نضع a، بالنسبة للآيس كريم نقول an ice cream، بالنسبة للبنانا نقول a banana، الأبل we say an apple، orange we say an orange، sandwich I say I want to eat مثلا a sandwich، sweet a sweet، chicken a chicken، egg we say an egg، بيضة واحد يقول an egg، hamburger we say a hamburger، elephant we say an elephant، cat we say a cat. واضح؟ طيب بس في بعض الأشياء اللي قلناها راح نكتبها الآن. احنا قلنا الحروف العلة أو الأصوات اللي يأتي قبلها آن تستخدم مع إيش؟ مع أ، إي، يو، أو، أو الـ I والـ الـ O، ما تفرق الترتيب لكن ثلاثة أصوات. أما الـ A تستخدم مع بقية نسميها consonant، صوائت، صوامت، أهم من الترجمة، لكن نقول حروف علة vowels و consonants. حروف العلة اللي هي الـ A، E، U، I، O، والحروف الـ consonants هي جميع الحروف ب ك ب ك ت د. اوكي طيب في ملاحظة مهمة، مثلا لو اعطيتكم جملة مثل هذه I will see you، لما هم يقولون لما اشوفك خلال ساعة يقول I will see you in hour. Okay. هل أقول I will see you in a hour ولا an hour؟ تذكر صحيح.
ممكن شخص يقول أوكي الجملة تبدأ بـ H خلاص راح أختار A. خطأ، الإجابة الصحيحة هي an أو see you in an hour. يمكن شخص يقول ليش طيب H هذه H هذه ما هي موجودة هنا، كيف تبدأ بأن؟ تقول الإجابة الآن أصبحت آن. أقول لك صح هي ما هي موجودة هنا، كلام جميل، لكن احنا العبرة في النطق وليست في بداية، ليست في الكتابة. لما نقول أنا أنطقها hour ما نطقتها hour، واضح؟ فنطقتها بالحرف الأو اللي بعده، حرف الأو موجود هنا. أوكي، فأنا كان يقول لك I will see you in، كان ما في H، كان I will see you in an hour. أوكي، see you in an hour. فإجابة an هي الصحيحة. مثلها مثل كلمة honest، مثلها أيضا في بعض الكلمات قد لا تحضرني، مثلا كانت سيدة مثلا نزيهة، فأقول she was an honest. عفوا ما كتبت الجملة كاملة، عفوا خلوني بس امسحها. She was an honest lady. كانت نزيهة أو شريفة، كلها تجي معنا الكلام كلمة honest أو صادق. لاحظ إني نطقتها honest. أوكي، فإذا نفس الشيء أستخدم معها an. إذا عبرة في النطق وليس بالكتابة، ولا الكتابة تبدأ بحرف H. إن تنطق هذا حرف صامت فين تنطق honest hour. أوكي، إذا هذه هي يعني فيما يخص الفرق بين an و a. طبعا قلنا تذكرون في السابق أن هذه من استخدامات a و an، أنها تستخدم مع لما شخص يتكلم عن نفسه ويتكلم عن وظيفته، فنقول he is مثلا شخص محاسب accountant، أقول he is a accountant or an accountant. طبعا الإجابة he is an accountant. أوكي، هو محاسب. ليش قلنا an؟ لأنها تبدأ جملة بحرف من حروف العلة اللي هو a accountant. He is accountant. أوكي، he is a accountant. طيب طيب لما أقول أنا مدرس، كيف أقولها؟ لازم أستخدمها الآ أو الآن. فأقول I am، أنا لازم أستخدم، ما تقول I am teacher، تقول I am a teacher. أوكي، دائما في أسماء المهن وكذا لازم تذكرها I am a teacher. He is a student، هو طالب مثلا، هي طالبة. نقول she is a student. Okay, she is. حتى لو نعرفها بأي شيء نقول she is مثلا هي امرأة عظيمة، فأقول she is a great، أي وصف تعطيها، she is a great woman مثلا. Okay, she is a great woman. لاحظت قلت a، إذا لما أعرف أي شخص أو أعطيه صفة أو شيء لازم أستخدم a أو an بعدها بحسب ما يأتي تبدأ به الكلمة، بحكم أنها تبدأ بـ G I great. إذا العبرة في الكلمة اللي تأتي بعدها، فأقول she is a great woman. okay. طيب، إذا هذا هو ببساطة الدرس اليوم. اليوم استعرضنا استخدام المستقبل البسيط بنوعيه اللي هو I will و I am going to، وأيضا استخدامها في النفي والسؤال. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الفرق بين أدوات التنكير اللي هي a و an،
متى نستخدمها وما هو الفرق بين آ وآن؟ قلنا إن نحويا ما في أي فرق، الآ والآن وظيفتها واحدة، تدخل مع الاسم المفرد النكرة، لكن الفرق بينهم أنها ليس نحوي بقدر ما هو صوتي، بحيث أن الكلمة التي تبدأ بأصوات حرف العلة أو يسمونها الحروف العلة الفاولز، أوكي، إذا كانت تبدأ بـ A E O U and I نستخدم an، أما إذا كانت تبدأ بـ consonant الحروف المتحركة فنستخدم a فقط. إذن هي تعتمد على بيئة الكلمة أو يعني على الحرف الأول المنطوق للاسم، وليس في وظيفة نحوية، وظيفتها واحدة. طيب الله يعطيكم العافية، شاكر لكم، إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله، في أمان الله.